لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي المنتخب الوطني المغربي نظيره منتخب البرتغال، وذلك في ربع نهائي كأس العالم بقطر. وكان قد تأهل المنتخب الوطني إلى ربع نهائي المونديال بعد إزاحته للمنتخب الإسباني بركلة الترشيح، وذلك بعد نهاية المواجهة بين كلا المنتخبين بالتعادل السلبي بدون أهداف، بينما تأهل منتخب البرتغال بعد اكتساح المنتخب السويسري بسداسية مقابل هدف واحد، ليكون بذلك على موعد مع مواجهة قوية في المونديال ضد الأسود. وتنطلق المواجهة بين كلا المنتخبين يوم السبت القادم في 10 دشنبر، بداية من الساعة 4 زوالا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، والساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة، والساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة. للإشارة، المواجهة بين كلا المنتخبين ستنقل على قنوات بي ان سبورتس الأولى والثانية، بالإضافة لقناة الرياضية المغربية على البث الأرضي.